بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العلي العظيم. الآيات السابقة كانت تتحدث عن أهل الكتاب اليهود النصارى، وتتحدث عن كونهم كثيري الجرائم، وأن كونهم يعني يتآمرون على الإسلام وعلى المسلمين. ثم هنا شيء من الاستثناء، وهو ليسوا سواء، يعني هؤلاء أهل الكتاب ليسوا على حالة واحدة وليسوا على صفة واحدة، ليسوا على صفة واحدة وليسوا على فعل واحد، يعني مو صفاتهم دائما نفس الصفات من الغد والخيانة وغيرها، ولا أيضا أفعالهم هي دائما نفس الأفعال. فهناك منهم من أهل الكتاب من يختلف عن أولئك الذين وصفوا بالخيانة والغدر وغير ذلك. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني قصد الآية الكريمة أعتقد واضحة. قائمة يعني قائمة على طاعة الله، قائمة على الالتزام، قائمة على دين الله. فإذا هناك من أهل الكتاب لا يعني يتجه ويلتزم، يتجه نحو الدين، يلتزم بالدين، يلتزم بالطاعة. طبعا واضح من مصاديق الطاعة أن يؤمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من مصاديق الطاعة في دينهم، لأنه دينهم يدعوهم إلى هذا، يدعوهم إلى 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 يعني إلى أنه هناك نبي جديد سوف يبعث في وقت من الأوقات، فهم مدعوين للالتزام بهذا النبي. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. إذن هذه الصفات هي صفات أناس صالحين، أناس مؤمنين ملتزمين، يعني يجسدون طاعة الله سبحانه وتعالى في سلوكهم، وبنفس الوقت على مستوى الإيمان يؤمنون بالله، يعني قصدي على مستوى العقيدة وعلى مستوى السلوك. على مستوى العقيدة يؤمنون بالله واليوم الآخر، وعلى مستوى السلوك، على مستوى الممارسة، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر إلى آخره. يسارعون في الخيرات، المسارعة عندنا مسارعة، عندنا سرعة مثلا أو مسارعة، وعندنا عجلة.
السرعة هي يعني أن تسرع في شيء ينبغي الإسراع فيه، يطلب الإسراع. إيه أحسن. لكن العجلة أن تسرع في شيء لا ينبغي الإسراع فيه، وبالنتيجة العجلة مذمومة، بينما السرعة ممدوحة. يعني الشيء اللي ينبغي بك أن تسرع به فهذه سرعة، فينبغي أن تسرع أنت، فالسرعة هنا ممدوحة جيدة. لكن الشيء اللي المفروض أن تتأنى به أنت ما يعني ما تسرع به، فيعبر وأنت مع ذلك تسرع، فهذا يعبر عنها بالعجلة. فيسارعون في الخيرات، الخيرات هم عنوان واسع جدا، عمل الخير بشكل عام ينطبق على مصاديق كثيرة. وأولئك من الصالحين، الصالحين هنا مفردة مهمة. يعني الآية الكريمة لما تقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحسنت، وحسن أولئك فريقا. لاحظوا رفيقا، أحسنت، وحسن أولئك رفيقا. يعني ذولا من يطع، يعني الناس اللي يطيعون الله ويطيعون الرسول، ذولا مو من ذولا، مو من يعني ليسوا من الذين أنعم الله عليهم. هؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم، على الرغم من أنهم مطيعين لله، مطيعين للرسول، فهؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم. الذين أنعم الله عليهم منه؟ النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. بعدين تنتهي الآية شنو؟ وحسن أولئك رفيق. يعني زين، أنت كل زين مرافقين ذولا. يعني يا أيها الذين، يا أيها المطيعين أو المطيعون لله وللرسول، أنتوا يعني من حسن حظكم وطوبى لكم أن كنتم رفقاء لهؤلاء، أن كنتم مرافقين لهؤلاء. من هم هؤلاء؟ الأنبياء الصديقين الصالحين. إذن هم من الذين أنعم الله عليهم، مو من الذين رافقوا الذين أنعم الله عليهم. وبالآية الكريمة إيش توصف هؤلاء اللي هم من أهل الكتاب الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وكذا؟ توصفهم بدرجة عالية، يعني من 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 الذين أنعم عليهم، من ذولا. أحسنت. وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. هنا يعني لا يبخسوه. الكفران هو عكس الشكر، يعني أحسنت. فيعني هاتشي يمكن أن نقول، والأشياء الخيرة التي يفعلونها ويقومون بها هذه سوف يشكرون عليها، الله سوف يشكرهم عليها، سوف يجازيهم عليها. وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. واضح الله عليم بالمتقين، بس كأنما الآية تريد تشير إلى مسألة. تقول على الرغم من أن المتقين قليلين، وعلى الرغم من أنهم معدودين، فالله سبحانه وتعالى مو معناها ما راح يعرفهم، فبالنتيجة الله عليم بهم هؤلاء، وسوف يجازيهم على ما يقومون به من أعمال صالحة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. مصدر القوة تقريبا اثنين، هي الأولاد والأموال. فالذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، مثلا الآن مو احنا الاقتصاد هو اللي تقريبا يمشي السياسة، مو يمشي سياسات الدول، الاقتصاد، يرضون عن النفطات، يرضون كذا، هاي الأموال. بنفس الوقت منين يجي التأثير؟ أولاد. أحسنت. فإذا مصدر القوة اثنين، المال وقول والبشر والناس. فالآن على مستوى الفرد كذلك المال والأولاد، على مستوى العشيرة كذلك المال والأولاد، على مستوى الدول والشعوب أيضا كذلك. فهاي مصدر القوة،
الآن هذا مصدر القوة لا يغني شيئا، هذا اللي أنت ينفعك في الحياة الدنيا ويجعلك من المتفوقين، من المتصدرين لأمور كثيرة ربما على المستوى الاجتماعي، على مستوى افترض مثلا إداري ومسؤوليات وغيرها، هذا في مقاييس الدنيا يكون يحصل، أما في مقاييس الآخرة فلا ينفع شيئا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، أهلكت هذا الحرث، أهلكت هذا الزرع، أهلكت هاي البستان، هذه البساتين الغناء افترض مثلا أهلكتها، صر يعني الريح العاتية أو البرودة الشديدة، الصر من الصرير، فعادة تستخدم للبرودة، برودة شديدة. يا نعم، فإذا مثل ما ينفقون هذا، السؤال أنه يعني هل ينفع إنفاقهم؟ الجواب لا ينفع، لسببين ما ينفع. السبب الأول هم لا ينفقون لله. لاحظ الآية هم شنو تقول؟ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، يعني إطارها شنو؟ إطار دنيوي، أفقها أيضا دنيوي، ما دام هو مداها وأقصى مدى إلها الدنيا، فأنت ليش تنتظر أكو في الثمن بالآخرة؟ فالإنسان الذي لا يعمل لله، يعمل للدنيا، افترض يعمل للوجاهة، يعمل أي نية مو مهم، ولكن وعمله ليس لله لأنه كافر، فهل من المعقول أن يطالب الله سبحانه وتعالى يطالب بأجرة؟ مو معقول، ما عمل لله حتى يطالب بأجرة. وبهذا السياق تجي هاي مال الشغلات، ماكو العلماء اللي قاموا باكتشافات أو شيء من هالقبيل، كلها بهذا السياق، هم ما عملوا لله، اللي رادوا بالدنيا هم صار الناس تذكرهم، هذا هم أجرهم، ناس تذكرهم بخير تحكي عنهم، يعني غير منتظر من عنده أن يحصل أي ثواب بالآخرة. هذا الشيء الأول، لأنه هو أساسا هو يعمل بالدنيا. الشيء الثاني هو هذا الإنفاق لمن أو لماذا؟ الإنفاق غالبا هؤلاء الكافرين غالبا ينفقون في مواجهة الدعوة، في مواجهة الإيمان، في مواجهة الدين، غالبا هذا إنفاقهم. يعني وش ينفق؟ ينفق قابل لصالح الدعوة؟ ما ينفق لصالح الدعوة، ما ينفق لصالح الإيمان. فذني سببين يخلن أنه هذا الإنفاق لا شيء في مقاييس الشريعة وفي مقاييس الآخرة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، هذه الريح أو هذا الصر أهلك الحرث، أهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. رب العالمين ما ظالمهم، فبظلمهم هاي النتيجة، بكفرانهم، بكفرهم هذه النتيجة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. البطانة هاي، البطانة احنا هم بالعامية نقول البطانة، البطانة مو لا الداخل، الثوب مو بداخل وخارج، داخل من الثوب، داخل الثوب، باطن الثوب هو هذا البطانة. الآن بطانة إنسان، الناس الخاصين به، شو تسميهم؟ حاشيته، شو تسميهم؟ ذولا الناس اللي هو يختص بهم، هم يختصون به. ذولا هم ليه سموهم بطانة؟ لأنهم يطلعون على باطن ذاك الإنسان، يطلعون على باطنه. شلون البطانة، البطانة مالت الثوب يصير مطلعة على البدن أكثر من البدن، في تماس مع البدن مثلا ومطلعة عليه، فكذلك هؤلاء الناس البطانة، يعني قصدي صنف من الناس، شريحة من الناس تكون قريبة من ذاك الشخص المعين اللي يتم الحديث عنه افترض مثلا، فاللي نقول عنه انه ذول بطانته،
فحينئذ يطلعون على أسراره، على خفاياه، على ما يبطن، وبالتالي فهم بطانة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ما ممكن إنسان أن يتخذ بطانة أو أناس يسرهم ويطلعهم على أسراره وهم من أعدائه، لا يمكن. فيفترض أن تكون البطانة منكم لا من غيركم. لا يألونكم خبالة، يعني يتربصون بكم بحيث لا دائما يريدون أن يفسدوا. لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، ودوا عنتكم، يعني ودوا أن تكونوا بشدة، ودوا عنتكم، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم، طلعت على فلتات لسانهم، وما تخفي صدورهم أكبر. هنا المشكلة، الله سبحانه وتعالى الآن ما بيّن اللي تخفي صدورهم، حتى يبقى أنت خيالك واسع، يبقى خيالك أنه ايش تفترض هو يمكن أن يكون موجود. وما تخفي صدورهم أكبر من هذا اللي يبدو من العداوة ومن البغضاء. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. تؤمنون بالكتاب يعني جنس الكتاب، يعني بالكتب، كتب الأنبياء السابقة، يعني الكتب السابقة للأنبياء السابقين احنا نؤمن بها، مو صحيح؟ فاحنا أنتم أيها المؤمنون تؤمنون بكل الكتب، أما هم فلا. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. الكتاب يعني جنس الكتاب، يعني مجموعة الكتب المنزلة من قبل الله سبحانه وتعالى. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، غيظا وحقدا. قل موتوا بغيظكم. هاي الجملة لطيفة، قل موتوا بغيظكم، هذا دعاء عليهم. لكن هاي الجملة ايش تربط؟ تربط قبل شوية اللي رب العالمين قال وما تخفي صدورهم أكبر أكبر. فالآن موتوا بهذا الغيظ الذي في صدوركم، هذا الشيء المخزون في صدوركم الذي هو أكبر مما تبدونه للناس مثلا أو المؤمنين. موتوا به، موتوا بهذا الغيظ، موتوا بما في صدوركم. دعاء، قل موتوا بغيظكم. الآية اللي قبلها كانت تقول، وما تخفي صدورهم أكبر، فموتوا بهذا الغيظ اللي في صدوركم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. كلش واضح ربط بين الآيات. إن تمسسكم حسنة تسؤهم. الآن تمسسكم بشكل عام، خليها تمسسك مفرد. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن هنا علاج. هذا المقطع من الآية يعطينا العلاج. جيد، احنا شو نسوي امام ذولا؟ امامنا شيئين، ان نلتزم التقوى ونتمسك بالصبر. فبهالحالة لا يضركم، لا يضركم. طبعا قد يضرون على مستوى الدنيا، قد تتضرر على مستوى الدنيا، بس لا يضروك على مستوى قيمك، على مستوى مفاهيمك، على مستوى آخرتك. خب هذا أنت إذا مو تقلا تنساق، ردود فعل تصير عاطفية، تصير شخصية، تصير غيرها. أنت مو كمتدين المفروض ما عندك ردود فعل من هذا القبيل. المفروض تبقى مقاييسك ومعاييرك دائما موجودة. هذا قول الأمير عليه السلام اللي انكرر كثير، أنه يقول وإني لا أعلم بما يصلحكم، مو ولكن لا أرى ذلك بفساد نفسي. يعني أنا أدري اللي يصلحكم شنو،
يعني افترض من ضمنها العصاية والدرهم، يعني الترغيب والترهيب. أنا أدري، بس هذه على حساب قيمي، على حساب مفاهيمي. فأنا بين خيارين، بين أن أخسر نفسي وبين أن أخسركم. لا، خلي أخسركم بس ما أخسر نفسي. الآن تقوى، هاي تقوى. وأيضا التقوى تحتاج، مع التقوى تحتاج صبر. أنت كنت الصبر طبعا المقصود به مو الخضوع، واضح إن شاء الله. إحنا يعني معاني الصبر إن شاء الله عندنا واضحة. مو معناها الخضوع، لا. الصبر معناها أنا أثبت على مفاهيمي وعلى قيمي وعلى تصرفاتي، أثبت عليها. مو معناها أخضع للآخر، لا. الآخر يريدني مثلا، يريدني أن أقوم بجريمة معينة، لا، أتحمل كل ضغوطاته ولا أقوم بهذه الجريمة. يريد من عندي أن مثلا افترض أتساهل في قضية العبادات، هسه صوم، صلاة، حجاب إلى آخره، مصافحة، مو أصبر، أثبت عليها. مو أصبر بمعنى خو يعني أنساق، لا، مو هذا الصبر. هو ليش إحنا نقول الإيمان، يعني قصد الإيمان على مستوى الفكر والعقيدة والعمل الصالح، شيئين بيناتهم يعني واحد يغذي الثاني. الإيمان يعكس سلوك معين، ثم هذا السلوك المعين يعكس إيمان أرقى من الإيمان الأولاني، والإيمان الأرقى من الأولاني يعكس سلوك أرقى من السلوك الأولاني، وهكذا. يعني أحسنت، يعني قصدي أكو هناك يعني ما شو سميها، جدلية، تخادم بين الإيمان والعمل. الإيمان يعكس درجة معينة من الفعل، من يعني قصدي من العمل، وهاي الفعل كل ما ارتقى قد ما ينعكس إيجابا أيضا على الإيمان، درجات. فلذلك صحيح، إذا إيمان مجرد أو فكرة مجردة أو قناعة مجردة ما تتم ممارستها على مستوى السلوك، هذه أولا مو مثمرة، ثانيا ما راح تنعكس بالإيجاب على رفع الإيمان أصلا. هو شلون إيمان؟ هو بالحقيقة إحنا يعني إذا نركز بالموضوع القضية تصير واضحة. أنا شلون مؤمن بالله واليوم الآخر وما ألتزم؟ يلا أنت قل لي، ما يصير. فإذا أي خلل على مستوى الالتزام هو خلل بالعقيدة، يعني قصدي انخفاض بالإيمان. لذلك أنا أردت بخدمتكم إيمان بمستوى معين يطلع سلوك بمستوى معين، ارتقاء السلوك يعكس إيمان بمستوى معين، وهكذا. فإذا إنسان فعلا جنابك على مستوى اليومي، إذا عندي قناعة جازمة أن هذا اللي أمامي سائل يؤدي إلى الموت، أقدم أشربه؟ ما أقدم أشربه. فالإنسان اللي عنده إيمان حقيقي، إيمان غير ناقص، إيمان جازم بالله واليوم الآخر، ما ممكن أن يصرف تصرفات ما تنسجم مع اليوم الآخر، تتعارض مع اليوم الآخر، ما ممكن. هاي اللي تصدر شنو؟ هاي اللي تصدر مشكلة أنه هذا الإيمان المطلوب ما موجود. وإلا قلب سليم، هذا قلب سليم خالي من أي شائبة شرك وعدم الإخلاص، أو مو بس عدم الإخلاص، المعصية هي درجة من درجات الشرك. قد تستغربون هذا الحكي. المعصية إطاعة لمن؟ لو للهوى، لو للشيطان، مو؟ لا، هو خب، هذه درجة حتى لو كانت من الصغائر، فهي درجة من درجات عدم سلامة القلب. سلامة القلب تقتضي خلوصه من أي شائبة، مو كادورات من الظلام. عبادة مثلا، نعم صحيح. لا، الآية اللي تفضلت بها صريحة، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، واضحة. يعني فيها درجة من درجات الشرك
احنا هسه ما نحس بيها غير مقصودة كذا، بس هي في واقعها وفي عمقها نعم هي درجة من درجات الشرك. وانت في معارضة الله، وانت خرجت عن العبودية. احنا اكدنا هواي على فكرة العبودية، مو العبودية هو ان لا اتصرف على مستوى الدنيا عبد سيد، العبد ان لا يتصرف الا وفق ما يراه السيد. العبودية لله هم هالشكل، بل هي أسمى وأرقى وأعمق من هذا، مو بس هالشكل يعني البساطة هالشكل. وبالتالي أي خروج عن طاعة الله وعما يريد الله فهو خروج عن العبودية، تبرد عن العبودية نعوذ بالله. فوين أكو قلب سليم بعد؟ ما أكو قلب سليم. إن الله نعم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. واضح طبعا. وإذ غدوت، الآن الآيات المقبلة تجي إن شاء الله بالجلسة المقبلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أسلم له كل الكون، الكون كل الكون، والذي يخالف التكوين مصيره الهلاك. لكن هذا الربط ما احنا منه.